جندرة نتيجة نسبة الوعي الموجودة بين الرفيقات والرفاق الذي تم انتهاجها عن طريق مبادئ. لكل الزوجين طلب التقرير أمام ديوان العدالة المختص، وذلك في الحالات التالية بعد السعي للمصالحة بمراجعة دار المرأة المختصة وأشهر قبل إصدار حكمها بالتفريق. 2. كما يمكن لديوان العدالة عرض الزوجين على مرشد نفسي واجتماعي مختص. وضع قانون يعني سن قوانين تحمي المرأة والأسرة، يعني هذا بحد ذاته هو نقلة نوعية. يعني بدنا نقول يعني إنه إحنا مشينا خطينا خطوة بضمان حقوق المرأة وتحقيقها وإعطائها يعني حقها الكامل، وهذا لازم يكون يعني لازم يكون مو بس من على المرأة، يعني إنه لازم يكون الرجل يعني على مبدأ الجنسين، يعني لازم يكونون يعني واقفين على حد سواء جنبا إلى جنب مع بعضهم مشان يحققون هذا القانون ويدعموا، لأنه هو بحد ذاته تحقيق للمجتمع بأكمله. يعني القانون دعم المرأة ودعم المجتمع بأكمله، يعني بتحقيقه يكون يعني بادرة جيدة مشان يحمي المرأة ويعطيها كافة حقوقها إلها وللمجتمع، إن كان كانت فتاة أو قاصر أو يعني كبيرة سن، كلياته القانون راح يحميها. ينبغي من الجنسين المساهمة بالوقوف جنبا إلى جنب على حد سواء بإعطاء هذا القانون، يعني أنه مو نهمش والاجتماعات الكبيرة، وحتى بالأحياء استهدفنا المرأة لأنه نعرفها على ذاتها أنه أنت مرأة لك حقوق وتقدرين تطلعين وتقدرين تشاركين الرجل مثلك مثله على حد سواء، مثل الحسين شفت اليوم يعني على دور يعني من يوم اللي تحررت الرقة وصرنا بفكر القائد عبد الله أوجلان، صارت المرأة رئاسة مشتركة، صارت يعني إداريات، صارت بكل مكان تقف جنبا إلى جنب مع الرجل وصنعت قرار، يعني صارت المرأة اليوم وعرفنا المرأة احنا على ذاتها، والمرأة يعني قادرة وقوية وتقدر تصل أكبر يعني مكان بدها إياه. يعني إنه هم كانوا يقولون إنه المرأة ناقصات عقل ودين، بالعكس اليوم المرأة هي قوية، قوية بعقلها، عندها أكبر عقل إنه تقدر تدير الرجل، يعني تقدر تدير الرجل بعقلها وبحنكتها وفهمها. يعني اليوم المرأة قوية ووصلت وتصل، وإن شاء الله إنه إحنا نقدر نقول إنه نقدر نصل أكبر يعني عدد من النساء ونوعيهم، ومع إنه نحن وعينا ووصلنا بس بدنا أكثر يعني، وما بدنا إنه يرجع إنه مثل هيش حالات الانتحار والجرائم اللي حدثت إنه ترجع تتكرر وتنعاد، إحنا بدنا الحد منها. نضاف إلى المستقبل. المادة 5.1 يشترط في أهلية الزواج العقل وإتمام 18 من العدم حصوله على قرار قضائي بالمراءة 3 مرات متتالية، بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، أو بالتشغيل الاجتماعي وبغرامة مالية قدرها 50,000 ليرة سورية. 2. لا يحق لطالب أو طالبة المراءة المطالب أو المطالبة برؤية المحظوظ مالية اللي تم تنفيذه في بعض المناطق في شمال شرق سوريا ولم يتم تنفيذه هنا في منطقة الرقة. لذلك عددنا هذه الورشة من أجل إيجاد آلية لتطبيق قانون الأسرة في المنطقة. من خلال يعني عملنا وفتحنا ورشات عمل، ندوات حوارية، اجتماعات مسقرة بالأحياء وبالمخيمات وبالبيوت، وحاولنا ونقدر نقول أنه نصل أكبر نسبة عدد من النساء بتوعيتهن ونشر التوعية. وباجتماعاتنا حتى كانت اجتماعاتنا مجندرة، يعني يكون الرجل موجود بيها من أجل أنه نصل زاد أنه نصل للرجل أنه حتى يعرف أنه المرأة لها حقوق وأنه المرأة أنه مثلها مثل الرجل، يعني مساواة، تقدر تشتغل، تقدر تفوت، تقدر تطلع، تقدر تعبر عن رأيها. هنا الرجل يعرف أنه المرأة مثله مثلها لها حقوق وما يقدر أنه يتعدى عليها، ما يظل ظلم وما يظل عبودية، وما يظل أنه الرجل عنده ذهنية سلطوية يعني على المرأة. بإعطاء هذا القانون يعني إنه مو نهمشه، يعني إنه نخليه هيك نرمي وراء ظهرنا مثل أي قانون كان، يعني نعطي المرأة كافة حقوقها، يعني نقفها نساندها نقف معها جنبا إلى جنب لحتى نوصل للشيء المطلوب اللي إحنا بدنا إياه. بالسنوات يعني كانت قبل ولسه لهاليوم لسه تعاني، بس إحنا اليوم يعني بدنا نقول إنه المرأة كان ينظروا لها يعني ما عطوها حقها الكامل من يعني من قبل السلطة الذهنية الذكورية، همشوها
ما خلوها تفوت، ما خلوها تطلع، قيدوها ان كان يعني ضمن دوامها كانت مقيده او بالبيت بنها وخلوها ربه منزل بس لتربيه الاطفال وللطبخ وللغسل وهي شغلتها، انه حتى بصنع القرار ما عطوها حقوقها. وان كانت فتاه لا ممنوع انه تطلع وتدرس، يعني انه ممنوع تروحين تدرسين تجين، انت ممنوع تطلعين على الشغل، انه كثير شغلات همشوها ما خلوها انه تقدر تطلع وتثبت وجودها. يعني وعانت المراه كثير، انه كونه مجتمع شرقي عانت كثير كثير دبل ما يعاني المجتمعات الاخرى يعني. واذا طبق هذا القانون راح يكون يعني داعم كبير للمراه، ويعني اليوم كثير مثل ما نقول التجمعات النسويه مثل نحن كتجمع نساء زنوبيا نحاول انه نقدر الاكبر نوصل لاكبر نسبه من النساء لدعمهن وتحريرهن، وتطبيق هذا القانون عم نسعى جاهدين من اجل اعطاء كافه المراه كافه حقوقها ودعمها ونوصلها للمكان اللي احنا بدنا اياه وهي بدها اياه، حتى نكون مجتمع حر ديمقراطي بعيدا عن الظلم والعبوديه. قانون المراه اذا تطبق بحد ذاته هو راح يكون يعني يخفض ويقلل نسبه الحد من حالات الانتحار وتعدد الزوجات وزواج القاصرات، يعني نسبة يعني نكون يعني نقدر انه وصلنا لاكبر عدد من النساء وعينا وعطينا يعني انه يكون العالم عرفت انه تزويج القاصرات مو لمصلحة انه تتزوج بسن قاصر، يعني نتيجة زواج القاصرات يكون اخر الطلاق، وهين يكون بيب النص اطفال والاطفال يروحون هم الضحية، لذلك يكون اثر سلبا على المجتمع. واذا طبق هذا القانون احنا نقدر هين انه يعني نخفض نسبة كبيرة من هذا الشيء. بالعكس يعني القانون المرأة يدعم المجتمع بأكمله، يعني هيك نقدر نقول مثل حالات الانتحار يكون بالضغط يعني من الأهل، يكون أحيانا استخدام الانترنت الخاطئ، يكون يعني ان المخدرات أحيانا زادين، يكون الفتيات يتعاطن يوصلن لمرحلة انه يقوم ان يفكر بالانتحار. يوم يكون بقانون رادع ويحمي المرأة ويحمي الأسرة بشكل كامل يكون وصلنا لأكبر نسبة عدد من النساء وعطيناهن حقهن انه يقدر يعبرن ويكونن شخصيات قوية بالمجتمع ويثبتن وجودهن. عم تحدث مثل الجرائم والقتل وحل والانتحار اذا تفاقمت وتزايدت هي راح تؤدي الى مجتمع منحل اخلاقيا ينحل اخلاقيا ويؤدي الى مجتمع، يعني ما احنا بدنا يعني يكون مجتمع حر وديمقراطي مبني على كافه اشكال يعني المساواه بين الرجل والمراه الى من اجل الوصول الى مجتمع ديمقراطي وحر. المراه تقدر تاخذ حقها، شلون تقدر تجيب طفل، تمام؟ بالنسبه للنفقه